رمضان صبحي هو لاعب كرة قدم مصري من مواليد 23 من يناير عام 1997، يلعب لنادي ستوك سيتي الإنجليزية بعد انتقاله إليه من صفوف النادي الأهلي المصري. وبدأت مسيرة رمضان صبحي الكروية مع فريق الناشئين للنادي الأهلي المصري قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول. استطاع حجز مكانته في التشكيلة الأساسية للنادي في عمر 17 سنة. في يوليو 2016 حصل نادي ستوك سيتي الإنجليزي على توقيع اللاعب مقابل 6 ملايين يورو وراتب أسبوعي يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني، وتعتبر هذه الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية. انضم رمضان صبحي لمنتخب مصر الأول في عام 2015 وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية. أحرز الهدف الذي أدى إلى تأهل مصر إلى كأس الأمم الإفريقية 2017. أصبحت جماهير ستوك سيتي تلقبه برمضانا على وزن الأسطورة الأرجنتيني مارادونا على الطريقة المصرية. المدير الفني لستوك سيتي قال أنه لم يشاهد عددا كبيرا من اللاعبين طوال مسيرته التدريبية يملكون هذه القدرة على صنع الخطورة في الثلث الأخير من الملعب، مشيرا إلى أن صبحي يمتلك مهارات لافتة ستجعله أكثر قدرة على إظهار قدراته للجميع.